العطش الذي تعرض له سيدنا عثمان قلبوه وأضافوه إلى الحسين، والحسين لم يعطش أصلا. المعركة ما طولت ساعة ساعتين وكان الحسين على الفرات، من أين جاءه العطش؟ السلام عليكم. إنكار الحقائق ديدن هذا الشخص. نرى الآن ماذا قال المؤرخون. كتاب الثقات لابن حبان الجزء الأول صفحة 234، يقول ابن حبان: فلما بلغ الحسين بن علي الخبر بمصاب الناس بمسلم بن عقيل خرج بنفسه يريد الكوفة، وأخرج عبيد الله بن زياد عمر بن سعد إليه فقاتله بكربلاء قتالا شديدا حتى قتل عطشانا. وكذلك أيضا ورد في كتاب الوافي بالوفيات الجزء العاشر صفحة 212، فقال الصفدي في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام: وتوجه أي الإمام عليه السلام نحو الفرات فعرضوا له وحالوا بينه وبين الماء. وجاء أيضا في كتاب المختصر في أخبار البشر في الجزء الأول صفحة 191، قال أبو الفداء: ثم حملوا على الحسين وأصحابه واستمر القتال إلى وقت الظهر من ذلك اليوم، فصلى الحسين وأصحابه صلاة الخوف واشتد بالحسين العطش فتقدم ليشرب فرمي بسهم فوقع في فمه. إذن فهذا الشخص ينكر ما ذكره المؤرخون السنة، علماء السنة الكبار، وهذا هو ديدنه كما قلنا. فانتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة.